مستمعي راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. ضيفنا في هذه الحلقه الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان، الخبير الاقتصادي، وسنتحدث معه في هذه الحلقه عن بعض النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي للسيد وزير الماليه الدكتور جبريل ابراهيم عن الاوضاع الاقتصاديه في البلاد في ظل الحرب. دكتور عبد الحليم عيسى تيمان، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. مرحبا، شكرا على الاستضافه، تحيه لك والتحيه للساده المستمعين. طيب يا دكتور، يمكن انا داير ابدا بالشكوى، شكوى وزير الماليه من انخفاض الايرادات، الضرائب، الجمارك، صادرات الذهب وانتاج البترول. يعني وزير الماليه قدم تفسيراته، كيف ترى هذه التفسيرات وهل هناك تفسيرات اخرى لهذا الوضع؟ طيب، في البداية يعني خلونا يعني نتناول الهم الأساسي والأثر الأكبر للحرب، يعني وهو يعني ما ترتب على حياة المواطنين السودانيين. وفي هذا الإطار يعني دي مقدمة أساسية وهي مهمة، يعني كان مفروض وزير المالية يتحدث أول حاجة عن الأثر المباشر للحرب على حياة المواطنين. ومعروف أنه طبعا السودانيين لم يتأثروا بحالة الحرب المفتوحة فحسب، بل أيضا بالحرب الاقتصادية. والآن يعني يجب أن نفهم أيضا العلاقة القوية بين صدمات الاقتصاد الكلي التي تحدث عنها السيد وزير المالية والتي تعاني منها البلاد منذ فترة، وانتكاسات الاقتصاد الجزئي التي أصابت الأسر بعد الحرب خاصة، والتي تسعى جاهدة لتوفير لقمة العيش لأبنائها، حيث توقفت الرواتب وتم تدمير المصانع والمشاريع الإنتاجية وتعطلت الزراعة، وأثر الحرب على حركة الأسواق وطرق التجارة بالولايات. هذا الجانب مهم، مجرد إشارة. نعود إلى السؤال الأساسي بخصوص ما أشار إليه وزير المالية في التحديات التي تحدث عنها في إطار الصدمات الاقتصاد الكلي التي نتجت بسبب الحرب. وأهم هذه الصدمات هي أزمة العملة، ويظل الاقتصاد يواجه تحدي كبير في إطار تدفقات النقد الأجنبي التي توقفت إلى حد كبير جدا، وعجز الحكومة عن تمويل المالية العامة، لأن المالية العامة عادة يجب أن تمول من خلال المعروض من النقود التي تمتلكها البنوك. والآن تعلم أن أغلب البنوك قد تم نهب جزء كبير من يعني النقد الموجود في هذه البنوك، وبالتالي أيضا تم نقل البنك المركزي إلى بورسودان، وده في الواقع بالمناسبة يمثل قيام مؤسسة جديدة لأنها تفتقر إلى سيولة كافية من النقد الأجنبي، ونحن نعلم أن الخزنة الرئيسية لا زالت في الخرطوم. وبالتالي من الصعب أن البنك المركزي الحالي يستطيع تمويل عجز المالية العامة من خلال زيادة المعروض من النقود كما كان في السابق من خلال العلاقة الموجودة بينها وبين البنوك. طيب، يعني أيضا تراجعت تدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين التي تم إعادة توجيهها إلى أسرهم وزويهم الذين يقيمون في الشتات في دول الجوار وفي المهاجر الأخرى، وأيضا المعونات الخارجية، وعدم إمكانية حكومة بورسودان في الحصول على وديعة من الخارج. هذه من المشاكل الواضحة جدا، وكذلك انهيار إنتاج النفط وصادراته حسب كلامي، وده أيضا بسبب الحرب. و 80% من إيرادات النفط طبعا الآن خرجت بسبب غياب الصيانة والإشراف والصراع على هذا القطاع أيضا، وبالتالي هذه أيضا ستساهم في إطار تعزيز الصدمات الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد في إطار أزمة العملة. أنا أعتقد أيضا هناك جانب مهم، أنه الحكومة أو البنوك عجزت أيضا عن استرداد تمويل الاستثمار التي منحتها لرجال الأعمال والمصانع والاستثمارات الأخرى، وهي مبالغ كبيرة طبعا، وكما تسبب أيضا التضخم الكبير أو بالأحرى يعني انهيار سعر الصرف إلى تآكل رؤوس أموال البنوك. وأعتقد مع استمرار الصراع سوف يتحول الاقتصاد السوداني
الآن إلى اقتصاد مزدوج بحكم الواقع، يعني بين المناطق، لأنه أزمة العملة أيضا أدت إلى زيادة في 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 أسعار السلع الأساسية. وهنا أيضا يجب أن نشير إلى ظاهرة مهمة جدا، وهو يعني تحول الاقتصاد رويدا رويدا إلى اقتصاد مزدوج بحكم الواقع بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش والمنطقة التي يسيطر عليها أو المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع. طيب يا مثل تباين الأسعار. يعني يمكن ده بيقودني لسؤال، التدهور الذي حدث في قيمة الجنيه السوداني، صحيح أنت ذكرت عدد من الأسباب، ولكن يعني هذا التدهور صحيح أنه ليس جديد ولكنه غير مسبوق، لأنه خلال سنة فقد الجنيه السوداني أكثر من 100% من قيمته. طبعا، ما هو يعني المحافظة على سعر الصرف عادة من خلال الأدوات النقدية، فالدولة مثلا لكي تدافع عن سعر الصرف وتثبت العملة وتحافظ على قيمة العملة الوطنية، عليها أن تحتفظ باحتياطات كافية من النقد الأجنبي في البنك المركزي. وهنا يقودنا أيضا إلى سؤال كما ذكرت قبل قليل، إنه الخزنة الرئيسية إذا كانت هناك احتياطات ستكون في الخزنة الرئيسية في البنك المركزي، والخزنة الرئيسية لم تؤخذ أو ترحل إلى بورسودان. وبالتالي هنا أنا تحدثت عن قيام مؤسسة جديدة، البنك المركزي الآن الموجود في بورسودان هي مؤسسة جديدة. الشيء الآخر، العملة واستقرار العملة أيضا يكون من خلال الصادرات، والصادرات تراجعت كثيرا، وطبعا بسبب أيضا تقطع أوصال طرق التجارة والتبادل الداخلي، وأيضا بسبب أيضا توقف المساعدات الخارجية وعدم إمكانية حصول الحكومة على وديعة بالعملة الصعبة. وفي هذه الحالة ليس هناك مصدر للعملات الأجنبية، وبالتالي سيستمر هذا التدهور. أخذين في الاعتبار الضغط المستمر على الحكومة في تمويل الحرب واتساع رقعة الحرب، فهذه تحديات كبيرة. ليس هناك يعني أي مؤشر يعني يدل على إمكانية سيطرة الحكومة على هذا التضخم والانهيار المستمر في سعر العملة. طيب، يمكن يا دكتور، الصندوق النقد الدولي في توقعاته للعام 2024 كان تحدث عن انخفاض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 18%، ولكن وزير المالية يعني قال أنه سيصل هذا التراجع إلى 40%. أنا أعتقد يعني مع استمرار الصراع لا يكون هناك أي يعني معنى للحديث عن أرقام في إطار الأضرار والخسائر الاقتصادية، وكل ما هو معلن الآن مجرد تقديرات بسبب استمرار الحرب والأوضاع الغير مستمرة. يعني هناك تطورات يومية، وبالتالي أعتقد أن البيانات هي كلها بيانات تقديرية. يعني الواقع الآن الحكومة لا تستطيع أن تبرر أو تدافع عن هذه التقديرات، يعني كيف تحصلت عليها. والآن الاقتصاد كما ذكرت لك هو اقتصاد مزدوج، يعني مناطق تتبع للدعم، مناطق تتبع للحكومة، أسعار هنا وأسعار هناك، هناك تباينات. مثلا جوال الفتريت الآن في الجزيرة مناطق الانتاج ب130، جوال الزرة في منطقة أخرى في كردفان ب70. يعني نحن الآن أمام اقتصاد يعني مزدوج، وبالتالي هذا أيضا يقودنا إلى سؤال، هل هناك يعني سلطة للدولة على الاقتصاد بشكل كلي؟ هل التقديرات هذه تخص منطقة معينة أو إجمالي الاقتصاد السوداني؟ فهذه مجرد تقديرات أعتقد لا قيمة لها ما دامت الحرب مستمرة والتشوهات مستمرة بهذا الشكل. طيب، يمكن ده نتكلم شوية عن الموسم الزراعي. البعض يقول أن الموسم الزراعي قد فشل، آخرون يقولون أن الموسم الزراعي يمكن إنقاذه إذا توفرت سيولة الآن في بعض المناطق وليس في كل مناطق السودان. هل يمكن أن نقول أن الموسم الزراعي قد فشل في السودان إذا تحدثنا عن السودان بشكل عام؟ طبعا الموسم يعني فشل ويفشل وسيفشل، وليس القطاع الزراعي فحسب، بل أيضا الصناعي والتجاري. ومن الأسباب ومن أهم الأسباب هو انعدام الأمن. حاليا لديك حركة نزوح كبيرة من مناطق الإنتاج إلى المدن الرئيسية. مناطق واسعة من السودان يعني
الآن لا تتمتع بخدمات الكهرباء، وهناك شح في الوقود، وهناك أيضا تدمير للبنى التحتية الزراعية كما حدث في مناطق واسعة، ونحن سمعنا عن مخازن التقاوي كيف أنها نهبت، وكيف تم العبث ب يعني قطاعات كبيره من البنى التحتيه الزراعيه في مدني وفي عموم الجزيره، وايضا غياب دور الدوله. يعني الان ليس هناك يعني اي بيانات او اي سياسات ارشاديه من وزاره الزراعه، ولا وجود لوزاره الزراعه، وحتى اذا كانت موجوده ستكون موجوده جزئيا في بعض المناطق. وبالتالي هذا يقودنا إلى سؤال، يعني الموسم الزراعي لكي ينجح هناك يجب أن تكون هناك سياسة من دولة. هذه السياسة يجب أن تكون يعني مفهومة وموزعة ولها علاقة بالمنتجين، ويجب على الدولة أن توفر التمويل والأسمدة والأمن. وأعتقد إنه الكلام ده كله ما موجود يعني، وبالتالي كيف تتحدث عن إنتاج زراعي والآن البندقية والطلة موجودة في كل شبر من الجزيرة مثلا، وهي من أهم مناطق الإنتاج في السودان، وكل مناطق الإنتاج الأخرى في كردفان وفي دارفور هي كلها انزلقت إلى يعني أصبحت بؤر للصراع يعني. وهناك ظاهرة أخرى يعني هو تقطع أوصال الاقتصاد السوداني، يعني حتى مع الناتج في السودان في السابق هناك تبادل داخلي بين الجهات المختلفة من السودان، وهو ما كان يخلق نوع من التوازن بحكم أن السودان بلد أيضا متعدد المناخ. وبالتالي الآن هناك أيضا كما ذكرت هناك اقتصاد مزدوج. الآن المنتجات من الدخن، لأن دارفور كانت تعوض بعض المناطق في كردفان، وبعض مناطق الجزيرة كانت تعوض دارفور في النقص الغذائي. الآن أغلب المنتجات من دارفور تتجه إلى تشات وتبادل مع ليبيا في الوارد والصادر، وهذا أيضا أثر على الإيرادات عن طريق بورسودان على فكرة. يعني كنا نتحدث عن الإيرادات وتراجع الإيرادات، وأيضا جنوب وغرب كردفان وجنوب دارفور أيضا الآن هم منفتحين على جنوب السودان، أغلب الواردات أصبحت تأتي من الجنوب، وبالتالي خرجت مناطق واسعة جدا من السودان، يعني من يعني أصبحت أعادة توجيه الواردات من دول أخرى، وهذا كله كان في السابق يتم عن طريق ميناء بورسودان. هذا كله أثر طبعا على إيرادات الحكومة، وأثر من ناحية تانية على الأمن الغذائي، طالما خرجت مناطق كثيرة ليس لديها إمكانية أن تبادل مناطق أخرى يعني في 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 السلع والأسواق. وبالتالي الموسم الزراعي فشل بحكم الأمر الواقع. الآن لا توجد حكومة تهتم بالزراعة، وأشك أن أيضا البنى التحتية الخاصة بالري والصيانة، هناك صيانة مطلوبة، هناك إشراف زراعي مطلوب، هناك تمويل يعني مطلوب، فكل هذه الأشياء غير موجودة الآن. يعني كل المناطق هذه تفتقر إلى الأمن، وهذا هو الواقع. يعني نحن أمام كارثة كبيرة، وبالتالي كل المؤشرات بتدل على أننا سنواجه بكارثة كبيرة جدا جدا، وربما يعني تقود هذه الأوضاع إلى مجاعة حقيقية. يعني الآن في الجوال الذرة يعني في الجزيرة الآن ب130، ونحن في شهر فبراير، وكيف يعني سيكون الأمر إذا وصلنا إلى شهر يوليو مثلا. فحقيقة الأوضاع يعني كارثية جدا، وكل المؤشرات للأسف هي سلبية، ونتمنى يعني مع يعني انهيار حتى المصانع المحلية سيعتمد السودان في تعويض ذلك خاصة في الأغذية من الخارج، وبالتالي يعني أعتقد أن المشكلة ستكون كبيرة يعني. طيب يا دكتور، هل يمكن أن نقول أن الكلمة المفتاحية الآن هو المدخل لأي إصلاح للأوضاع الاقتصادية أو محاولة إرجاع أو إعادة تدوير الاقتصاد السوداني تكمن في وقف الحرب؟ طبعا بالتأكيد، من أجل التعافي ومن أجل معالجة التحديات الاقتصادية الحالية، المدخل الأساسي هو التوصل إلى تسوية سلمية للصراع، يعني تعالج العوائق الاقتصادية وتفتح الطريق أمام معالجة المظالم المرتبطة بالصراع الذي حدث،
وأيضا الدخول في معالجة القضايا التاريخية وما إلى ذلك. هذا هو الشرط الأساسي. أنت تعلم أن يعني عندما نتحدث عن معالجة المظالم المرتبطة بالصراع، فنحن نتحدث عن انهيار كامل للقطاع الصناعي. المصانع تم تدميرها بالمدافع، بالطائرات، بالنهب، والقطاع التجاري أيضا يعني تم تدمير ونهب كل الأسواق الرئيسية في العاصمة ومدني وغيره، وانهار القطاع المالي يعني المحفظة المالية. هناك جانب مهم أيضا يعني في مجموعة أسهم وسندات طرحتها الدولة وتمتلكونها أفراد، وهناك أيضا مؤسسات في الدولة تمتلك هذه الأسهم. إذن إيرادات هذا القطاع أيضا برضو يعني من المهم الحديث عنها، يعني لأن يعني استغلال الدولة لهذه الأسهم والسندات جزء من الأدوات المهمة في إطار المحفظة المالية. وإذن الدولة حصل انهيار كامل. إذن لابد أن تتوقف، يعني يتوصل الطرفان أو نحن كأطراف في الوطن يجب أن تكون هناك تسوية، هو المدخل الأساسي من أجل معالجة كل هذه الأشياء. وإذا يعني استمرينا في الحديث عن التداعيات الاقتصادية للحرب، سنتحدث عن جوانب قد لا يعني أغلب الناس غير يعني مدركين بأبعادها، ولكن ذلك سيكون في وقت آخر. ولكن الواقع الآن يعني المواطن لا يتحمل، لا يستطيع أن يتحمل مزيد من الصراع، ونحن الآن أمام كارثة حقيقية، وكل المؤشرات تقول أن الأوضاع الإنسانية في تراجع مستمر. وعلى فكرة يعني في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي كل هذه الدول، الصراع عندما انفجر وبدأت الحرب في هذه الدول، الرواتب كانت مستمرة، الخدمات الأساسية كانت أيضا مستمرة، المستشفيات، المدارس، الجامعات كانت تعمل. السودان البلد الوحيد الذي يعني تم قفل الدولة بعد 72 ساعة من الحرب، لا رواتب، لا خدمات، لا مستشفيات، إلا ما ندر يعني في بعض المدن. وإذا يعني قست ذلك على عدد السكان، فستستطيع أن تقول أنه لا توجد خدمات أصلا. يعني الآن الشعب الوحيد في العالم لا يتحدث عن خروج كل الشباب والطلاب من المؤسسات التعليمية، وهذا لم يحدث في أي بلد في المحيط العربي. يعني إذن الأبعاد، الآثار والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية وغيره للحرب على السودانيين كان له شكل خاص، وبالتالي نحن لابد أن يعني ننتبه إلى أن الوضع السوداني أو الحالة السودانية يعني سينتج عنه مثال مختلف خالص لا قدر الله. دكتور عبد الحليم عيسى تيمان، الخبير الاقتصادي، الحديث حقيقة يطول في هذه القضايا ولكن داهمنا الوقت. لك الشكر على مشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص من إذاعة دبنجا. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا.